السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بوجودي معاكم كلكم في الانتراكتيف درماتولوجي، وسعيد بالأسئلة كلها. كانت الأسئلة معظمها عن البيجمنتيشن في الميلازما، عشان كده حبينا نعمل لثلاثة جروب. الجروب الأول أو الحلقة الأولى اللي هنقولها عن الميلازما الجنرال، الحلقة التانية هنتكلم عن البيلينج، تالت حلقة هنتكلم أو تالت لقاء إن شاء الله هنتكلم عن الليزر إن ميلازم او بيجمنتيشن الجنرال. ايه تعريف الميلازما؟ الميلازما is acquired hyper pigmentation mainly موجود في الفيس، سموه كلوازما في الشاي، ماسك اوف بريجننسي، ميلازما جرافيديرم. So it is an acquired form of hypermelanosis aggravated by sunlight and hormonal change which oxidize تيروزين تو ميلانين. الايتيولوجي حقيقي في اسباب كتير ومش عارفين the main etiological factor، but the main etiological factor is a sun line which is a very important. يلي الهرمونات، luteinizing hormone and other female sex hormone اللي بتستخدم oral contraceptive pills and pregnancy or hormonal replacement therapy. الناس اللي عندهم هايبوثايرويديزم لقينا ان الميلازما فيهم بنسبه عاليه اكتر من غيرهم. الناس بتاخد ميديكيشن زي السلسلك او الانتي سيزوس لقينا موجوده فيهم. وهنتكلم ان في ناس هاي ريسك مور ذان اذرز، اكتر ناس الاي ريسك اللي هم الدارك سكين من فيتس باتريك 4 فما فوق، او الفيميل بتبقى اكتر من الميلز في الانسيدنس. الايج مور الدرلي ذان يونج ايج، في جيناتيك اند انفايرومنتال بيبول بيبقى عندهم اكتر سسبتابيليتي للميلازما. سو ذا مين باثوفيسيولوجي وي هاف از سان لايت اند هرمونز. بيزيد الميلانوسايت ستيميليتنج هرمون، الادرينو كورتيكوتروبيك هرمون، لوتونايزنج هرمون اند اف اس اتش، ودوت بيزود الميلانوسايت سايز. اجين ات از ا سايز نوت ذا نمبر اند تيروزينيز برودكشن. وان اوف ذا ريسنت باثوجينيسيس ان ميلازما از ا فاسكولار ثيوري اوف ميلازما. We say that increased number of blood vessels and elevated expression of the vascular endothelial growth factor is an important feature of melasma. See here that there is blood vessels in melasma patient primary due to increased blood vessels and increase of the vascular endothelial growth factors. The scenario. إيه السيناريو اللي بيحصل قدامنا؟ أول حاجة the sunlight cause elevation of the nitric oxide. النيتروك اوكسيد دوت بيعمل ستيميليشن للتيروزينيز اكتيفيتي انسايد ذا ميلانوسايت. ذس تيروزينيز اكتيفيتي هتحول التيروزين الى ميلانين، وده الهايبر بيجمنتيشن. بات اجين الميلانوسايت بتاعتنا او الدندريتك سيلز ديت مش هتزيد في النمبر، ولكن هتزيد في الاكتيفيتي بتاعتها. هيزيد الدندريتك سيلز، هيزيد الميلانوزومز اللي موجوده فيها والترانسفورميشن لكيراتينو سيلز. وده الديفرنس بين ذا لايت سكين اند ذا دارك سكين. وي سي ذات ذا لايت سكين عندهم اقل في الميلانوسايت، اقل في الاكتيفيتي اوف ميلانوسايت، على عكس فايس فيرسا الدارك سكين بيبقى زياده في الميلانوسايت اكتيفيتي اند ذا نمبر. So what are the dermatopathology if I need to take from the case of melasma? There is highly dendritic melanocyte in the epidermis and melanin deposition في البيزل and suprabasal, but dermis is full of melanophage. البيشن ده جاي يشتكي من cosmetic only cosmetic concern of fiber pigmentation which aggravated by sun exposure. لما اشوف الساينس هلاقي skin symmetrical light or brown pigmentations. Where is the site؟ اكتر اماكن فيها اكن فيه بنقول ان اكتر مكان هو sun exposed area، اكتر مكان متعرض للشمس هو بيحصل aggravation to the melasma. For the hip, cheeks, nose bridge, upper lip and chin. ده اكتر مكان. بس لقينا حقيقي ان انا عندنا ترم جديد اسمه extraficial melasma.
extra facial melasma usually related to the menopause, familial history, or ناس عندهم personal history of the facial melasma. ولما خدنا الباثولوجي لقينا the same histopathology of melasma of the face and others. ايه اكتر سايتس موجود فيها الاكسترا فيشال ميلازما؟ هلاقيها في الني، في الفور ارم، في الشيست اند ابر باك. انفستيجيشن حقيقي معظم الناس احنا ستريت فورورد دياجنوسيس، مش محتاجين ان احنا نعمل اي انفستيجيشن، بس عندنا الوودز لايت الجهاز الجميل اللي موجود في معظم العيادات وفي المستشفيات، بيحصل انتنسيفيكيشنز اوف ذا ابيديرمال تايب اوف ميلازما. بس في ناس انا محتاج اعمل لهم الثايرويد فانكشن تيستس عشان اكسكلود اف ذير از هايبوثايرويديزم ويتش انكريز ويز ميلازما. نادر جدا طبعا نحتاج بايوبسي الا اذا كان في ريسيرش او اذرز. لما احب اقسم ميلازما كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا اريا بيست، اكتر مكان بلاقيه وذا موست كومن هو السنترو فيشيال، تاني مكان في المالر اريا، ذا ثيرد في الانسيدنس في المانديبولار او بريكيال اريا. في كلاسيفيكيشن تاني بيعتمد على الهيستوباثولوجي، ودوت بالووتس لايت قسمه الى ابيديرمس which is well defined border، بلاقيه دارك براون اند ويل ريسبونس تو تريتمنت. وده السيناريو اللي بلاقيه مع العيانين، العيان بيبقى جاي في بيجمنتيشن ميلازما، اديله تريتمنت يقول لي في اماكن خفت واماكن ما خفتش. انا بتوقع يا دكتور في اماكن بتخف بسرعه وفي اماكن ما بتخفش، المكان اللي خف دوت از ابيديرمال تايب اوف ميلازما. طب ايه التايب التاني؟ از ديرمال تايب. ذا ديرمال تايب از ذا موست كومن تايب وذ ايل ديفايند بوردر اند ريسبونس بورلي تو ذا تريتمنت، فيري باد ريسبونس تو ذا تريتمنت. اور ذا ميكس التايب اللي احنا بنقول عليه انه يكون ابيديرمال اور ديرمال اللي مش هيستجيب بسهوله. سو ميلازما ويتش از ديب بلاقيها بلوش ديسكالريشنز ديب ان كلر، بات سوبرفيشال بلاقيها لايت براون ان كلر. هاو ناو هاو تو مانجمنت اوف ذا كيس؟ مانجمنت اوف اي حاجه في اي مرض ان انا اشوف الكوز بتاعه واشيله. احنا قلنا ان في تو باثوجينيسيس هم المسببين الرئيسيين للميلازما. اولا السن، سو اي هاف تو مينيمايز ذا سن اكسبوجر، اما ان انا هبعد عن فتره التعرض للشمس في الفتره اللي هي مينلي سن، السن بتبقى عاليه جدا، وده عاده بننصح من الساعه 10 للساعه 2 اكتر سن، نقول ابعدي عن الفتره ديت فتره الظهور الشمس دي، او ان انا هستخدم سن بلوك اور سن سكرين. وعايزين ندي محاضره كامله ان شاء الله عن السن سكرين وهاو تو تشوز ذا سن سكرين، وعايزين ان شاء الله نشوف الفوتنج عليه، او ان انا هستخدم حاجة زي هات او غيره لو انا مش كنت قادر اشتري سان سكرين سواء فيزيكال او كيميكال. تاني حاجة لو انا باخد هرمونال كونتراسيبشن او اي هرمونال ريبليسمنت، انا هعمل discontinue to this هرمون. تاني حاجة ان انا عندي دلوقتي خلاص في ميلانين وعايز اعالج الليجن اللي عندي. The first line of the treatment ان انا حد bleaching agent. البليتشنج ايجنت اكثر حاجة مشهورة عندنا هي كليجمان فورميلا، بتتكون من تريتينوين هيدروكينون اند استرويد. الهيدروكينون تركيزه تقريبا من 2-4% وهو الجولد ستاندرد في التريتمنت اند تريتينوين، واحيانا بنستخدم معاه الاسترويد عشان لو في اي كونتاكت ممكن يحصل من الادويه ديت فهي بيشيل السنسيتيزيشن الموجود. عشان كده ايه الاسترويد الموجود؟ هو المايلد استرويد هو الهيدروكورتيزون. كان في ناس بتحب تضيف مع الكليجمان فورميلا الفيتامين سي بس لانه انستابل فعامل مشاكل كتير. ايه السكند لاين اوف ذا تريتمنت؟ السكند لاين ان انا اعمل بيلينج، هنعمل التقشير باحماض الفواكه بالجلايكوليك بالتي سي اي بالسلسليك اسيد، واتفقنا ان احنا ان شاء الله عايزين نتكلم عن البيلينج بكلام موسع ان شاء الله. The third line of the treatment ان انا استخدم الليزر. الليزر ميبي اي نيد، انا هنقسمه الليزر لثلاث اماكن، اما بلس الداي ليزر وده عشان خاطر لو انا شفت بالديرموسكوب عباره عن بلاد فيسلز موجوله، وده النظريه الجديده اللي بنتكلم عليها الفاسكولار اندوثيليال جوست فاكتور، او ان انا هعمل اليمينيشن اوف بالفراكشنال عن طريق الفراكشنال كربون دايوكسيد ال 10600 او الايربيوم 2940، او ان انا اشيل البيجمنت نفسها عن طريق ال 1064 او ال 532 دبل فريكونسي. قال لك فورث ستيبس اوف تريتمنت از ذا سيرجيكال بيلينج باي فينول، ودوت عليه محاذير وهنتكلم عنه ازاي نبدا نتعامل معاه.
في ناس ما بتستجيبش لكل الكلام ده خلاص، فانا هعمل باليتيف تريتمنت كوزماتيك كاموفلاج، او عندهم كونترا انديكيشن لاي لاين من اللاينز اللي موجوده ديت، فانا اعمل كاموفلاج بميك اب موجود. اكيد كل دواء بستخدمه لازم اكون عارف عيوبه. اشهر حاجه اللي عندنا الهيدروكلون، مش هنستخدمه في طفل صغير خالص وعليه كلام كتير، سكوتشن ماركس في حاجات كتير. واشهر سايد افكت حاليها اللي هي الاوكرونوزز، اوكسجينس اوكرونوزز، ديت بتبقى عباره عن بلوش جري ديسكالريشن، بيسموها كافيار لايك بابيولز. التريتينوين ده ممكن يعمل تيراتوجينيسي لذلك اكسكلودد في حالات البريجننسي. والهيدروكورتيزون او التوبيكال استرويد، وايه المشاكل اللي ممكن تعملها استرويد. بالنسبه للفراكشنال ليزرز، ده هيعمل لي ايريثيما وسكيلينج وبيرنينج سنسيشنز، بس ممكن يسم لي هايبو او والاخطر هايبو او هايبر بيجمنتيشن. ده الشكل اللي احنا عايزين نشوفه عن الهيدروكورتيزون سايد افكت اللي هو الكافيار لايك. اول ما يجي لي عيان زي كده يا جماعه الكافيار لايك هيدروكون، انا هستوب يوزنج اوف ذا هيدروكينون، بالذات اللي يكون التركيز العالي. هبدا استخدم الصن سكرين اند ناتشورال بليتشنج ايجنت، وممكن ابدا اعمل جلسات ليزر ان انا ابدا بالفراكشنال ليزر اند كاربون باي كو سويتشد اندياك. اكيد ان انا لما اكون خلاص انا اتاكدت ان دي حاله ملازمه، نوت بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن، نوت دراج انديوست باي اميودارون بالهيستوري، لات لايكن نيفاس اوف اوتا، الهايبوثايروديزم لازم اعمل انفستيجيشن بتاعها لو انا شاكك فيها، او في الانتجنز. اكيد الفريكلز كلنا شفنا حالات الفريكلز وازاي التعامل معها سهل وجميل، بس الفريكل ده يوجوالي في الوايت سكان، في الفير سكان. بط اللي احنا بنتكلم عنه الملازمه يوجوالي بلاقيها في الدارك سكين تايبس. في حاجه اسمها بيكلوديرما اوف ذا بيت، يوجوال الاقي ريثيما اند تيلانجكتيزيا، والاقي سبيرنج ذا سب مينتال اريا عشان تكون كاركترستيك بالنسبه لها. هل تو فولو اب او مارك كيز اند ذا بروجنوسيس، انا بعمل فولو اب عن طريق وات از كولد ماس سكور. ماس سكور حقيقي بتكون من ثلاث حاجات، ذا اريا الهوموجينيستي اند ذا داركنس. الاريا دوت اللي احنا قلناها من شويه 30% في الفور هيد اند 30 في الدبل في التشيكس اند في الابر ليب اند ماوستاش 10%، وبيدخلهم في معادله مع الهوموجينيستي من 0 تو 4 اند دارك اند هوموجينيستي اند داركنس، بيحصل سكور من 0 لحد 48 بيدخلهم في معادله. فانا المفروض جاي لي العيان بملازمه، ببدا اقيم بحط سكور، والعيان مثلا وليكن بماكسيمال 48، بعد ما عملت التريتمنت نقص وعمال السكور بتاعي بينقص واحده بواحده. عايزين نتكلم عن الدواء اللي احنا كلنا بنسال عنه دلوقتي، ترانزيميك اسيد. ده دواء قديم مش جديد، بيستخدموه دكاتره النساء يوجوالي في تريتمنت اوف هيموريج از انتي فايبرينوليتيك. موجود في السوق امبولات 500 مللي جرام في 5 مللي لتر، وموجود تابلت 500 مللي جرام. عايزين نقول ان هو بيشتغل عن طريق بلازمين امبورتات رول ان انجيوجينيسيس، بلازمين ويتش كونفيرت ذا اكسترا سيلولار ماتريكس باوند فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور تو ذا فريلي ديفيوزابل فورم. لقينا ان ترانزيميك اسيد ويتش از بلازمين انهبيتورز سو سبريس انجيوجينيسيس and inhibit new vascularizations. So tranexamic acid is anti-angiogenic. كل الكلام دلوقتي ان الميلازما فيها vascular pathogenic في الباثوجينيسيس، لذلك البلس الضاي بدا يستخدم فيها بندخله فيها وحاجات ان هي تعمل inhibition to vascular والبلود فيسلز اللي موجوده. بس حذاري طبعا انا وانا بستخدم اورال فورم، الاورال فورم من الاكيوت ثرومبوليك ديزيزز، هيستوري اوف فينوس اور ارتيريال ثرومبوسيس، اذا كان في فايبرينيتيك كونديشن فولو كونسامشن اوف كواجولوباسي. والمعلومه اللي عايزين نعرفها، لو انا بدي حد امبولات او حد حاجه سيستميك، المفروض ان انا اشوف if there is severe renal impairment because of the risk of accumulation. هشوف العيان بتاعي اعمله انفستيجيشن للرينال واكسكلود لو العيان دوت مش هدخل معاه بالاورال اور سيستميك. بالنسبه للبريجننسي يعني فريست بي بريست فيدنج، ترانزيميك اسيد بيقدر يكروس ذا بلاسينتا وبيقدر يخش لي من خلال البريست ميلك، بس الدراسات لحد دلوقتي ما قالتش ان عليه مشاكل او ممكن يعمل لي تراتوجينيستي.
هنقول عن دراسة اتكلم فيها عن oral form of tranexamic acid and topical agent. topical agent في topical agent بس حقيقي مش موجود عندنا في مصر. topical agent of tranexamic استخدم فيها 500 مللي جرام 3 times per day، وزي ما اتفقنا عمل investigation للرينال الاول عشان بنخاف من الاكيوميليشن اوف ذس دراج ان ذا رينال وحاجات الكواجولوبس اللي موجوده مع توبيكال ايجنت، ولقى نتائج كويسه. وفي دراسه جميله جدا بدا يعمل كومبارتيف ستادي للتراكيزيميك اسيد بالمايكرو انجكشن بالانسولين سيرنج اند مايكرو نيدلينج، وبدا يعملها في الملازم. بس هنا جاب الامبولات اللي هي الخمسة ملي كونتيننج 500 مللي جرام اوف ذا دراج، وبدا ياخد 4 مللي جرام اوف ترانكزيميك اسيد في سرنجة انسولين 100 وحده، وبدا يزود عليها نورمال سالاين اب تو 1 مللي متر، وبدا يحصل كونسنتريشن اللي عنده 4 مللي جرام بير مللي لتر اوف ترانكزيميك اسيد، وبدا يحقنه بالانسولين سيرنج. بالنسبه للمايكرو نيدلينج بدا يستخدم ديرمابين، النيدل بتاعته بدا يعملها ادجستمنت على حسب المكان وعلى حسب اللي موجود، فاستخدم من 0.25 ل 1 ملم على حسب الاريا اللي بيشتغل فيها. ففي التشيكس بدا بال 0.5 تو 1 ملم، في النوز 0.25، في الفور هيد من 0.25 تو 0.5. كلام حلو قوي عن الترانكزيميك وشغله حلو سواء في التوبيكال، وفي ناس بتعمل توبيكال مع سيستميك او انترا ديرمال انجكشن. بات وات از مونو بنزايد ايثير هيدروكينون؟ مونو بنزايد ايثير ذا فورم تركيزه 20%، ما بيستخدمش خالص، نيفر تو يوز في حاله الملازم. من دلوقتي يا جماعه مونو بنزايد ايثير هيدروكينون ات نوت يوزد ان ملازما. طيب هستخدمه فين؟ هستخدمه لو انا عايز اعمل ديستراكشن تو ذا ميلانوسايت، permanent destruction to the melanocyte, irreversible destruction to the melanocyte، وده انا بستخدمه في generalized vitiligo ولسه في remnant حاجات صغيره من normal skin وانا عايز اعمل destruction to the melanocyte. again not to use mono benzyl ether of hydroquinone in case of melasma, so it is irreversible form of depigmentation. هنتكلم عن الليزر حاجة بسيطة دلوقتي عشان هناخد المحاضرة ان شاء الله كاملة عنه. لو فليونس كو سويتشد اندياج ان تريتمنت اوف ميلازما، استخدم الكو سويتشد اندياج اللي هو ال 1064 نانومتر بسبوت سايز 8 ملم، والفليونس لو فليونس بين 1.2 جول بير سنتيمتر المربع، والفريكونسي 10 هرتز، وبقول انا استخدمت 10 سيشنز عشان اوصل للنتيجة بتاعتي. وفي بيبر اتعملت بشغل كويس جدا عندنا في جامعه الزقازيق بالايربيوم لاج 2940 1 جول ويز 5 ملم كوليميتد سبوت بال 5 هرتز، وبنعمل الشغل دلوقتي ان انا اقدر اعمل كومباينيشن بتوين الكو سويتشد اندياج ات فيرست سيشن، زين اعمل بعد كده بالايربيوم لاج. سو انا بعمل ديستراكشن الاول للميلانوسايت بالكو سويتشد اندياج، زين اليمينيشن اوف ذيس ميلانوسايت باي ايربيوم لاج. اي وود لايك فاينلي تو ثانك يو فور يور ليسننج، واستنونا ان شاء الله في الحلقات اللي هنقدر نقولها الجايه ان شاء الله. ثانك يو فور اول.